دشنت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة لقاء التشاوري الأول مع منشآت القطاع السياحي الخاصة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز الدور القيادي لتلك المنشآت في دعم التوجهات الحالية والمشاركة في التوجهات المستقبلية لقطاع السياحة في مملكة البحرين. نعم، خلال اللقاء أكدت وزيرة السياحة حرص الوزارة على تفعيل التعاون مع القائمين على منشآت القطاع السياحي الخاصة بشكل أكبر وتضمين مرئياتهم واقتراحاتهم في برامجها وخطط عملها. نحو تطوير وتعزيز عمل قطاع السياحة في مملكة البحرين بما يحقق تطلعات المؤسسات والجهات العاملة فيه، جاء الاجتماع التشاوري الأول الذي تنظمه وزارة السياحة ضمن سلسلة لقاءات شهدت في انطلاقتها تفاعلا بناء يؤكد الحاجة للطرح الآراء والمقترحات لتعزيز منظومة العمل السياحي بما يحقق تطلعات جميع الجهات المساهمة. اليوم كان عندنا أول لقاء تشاوري مع أصحاب المصلحة في القطاع السياحي، وطبعا هذا اللقاء من اللقاءات المهمة اللي راح تقوم فيها وزارة السياحة على أساس تستقطب أكبر عدد ممكن من شركائنا في القطاع السياحي. هذا اللقاء التشاوري هو أول لقاء، وراح تكون عندنا في الأسابيع القادمة عدة لقاءات مع العديد من الأشخاص في القطاع السياحي لنتشاور عن تطوير هذا القطاع المهم والحيوي. الخطة الاستراتيجية للسياحة اللي تأتي ضمن المبادرات الرئيسية تحت مظلة خطة التعافي الاقتصادية هي من المبادرات اللي أطلقتها الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي. طبعا إن من الأسباب الرئيسية اللي تم أطلاق هذه الخطة في هذا الوقت بالذات على أساس إن مملكة بحرين تنوع مصادر الدخل في الناتج المحلي الإجمالي. تذليل الصعوبات وتعزيز مواطن القوة للقطاع كان على طاولة النقاش الذي بحث سبل تنويع وتشجيع القطاعات الفندقية والسياحية والاستثمارية بما يصب في جعل البحرين وجهة سياحية للجميع، إذ تأتي هذه الاجتماعات بالتوازي مع مرحلة تعاف سياحي ملحوظ حققت به المملكة أرقاما مضاعفة للسياحة خلال الربع الأول من العام الجاري. احنا اليوم نرحب بهاللقاء التشاوري الاول لان احنا كقطاع سياحي، القطاع السياحي يشتمل من قطاعات ثانيه يعني مثل الفنادق، المجمعات التجاريه واخرى. فاليوم احنا ما نقدر نشتغل كل قطاع بروحه، يجب ان يكون بيننا تنسيق وبيننا تعاون دائم يعني طول السنه وطول السنوات هذه على اساس ان احنا ننسق خططنا السياحيه. وطبعا بتواجد مبارك اليوم بوزارة السياحة ممكن أن التنسيق يكون من خلال الوزارة وهيئات اللي موجودة معها. قطاع السياحة من فترة أعلنت عن استراتيجية، وهي أول مرة يصير عندنا استراتيجية بطريقة احترافية، وهذه الاستراتيجية لها متطلعات وتحتاج أن احنا يعني نشتغل عليها وتحتاج وقت. زين الوزارة يعني ما تقدر تسوي كل شيء في يوم وليلة، وتسويق مملكة البحرين يعني مو بذاك السهولة، بس بهذه الاستراتيجية الموجودة حاليا احنا معينين خير ان شاء الله، يعني في فترة وجيزة في فترة بسيطة ان شاء الله راح تتنفذ في صالح اقتصاد البحرين سياحيا. ردود فعل إيجابية عبر عنها حضور اللقاء، إذ أكدوا أهمية مثل هذه اللقاءات التشاورية في طرح التحديات ومناقشة سبل التغلب عليها وآليات تطوير القطاع بما يضمن تنوعا كبيرا لمصادر الدخل غير النفطية في مملكة البحرين. تشاور وتفاعل بناء أبدته مختلف الجهات المشاركة في اللقاء التشاوري الأول الذي نظمته وزارة السياحة ضمن سلسلة لقاءات تطمح وتهدف إلى تطوير عمل القطاع بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة واحتياجات خطة التعافي الاقتصادي. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.